وائل من أشهر الأساتذة المعروفين في مدينة أسيوط في مصر، وغادي يستغل التفوق والخبرة ديالو في علم النفس ملي كان كيخطط للجريمة ديالو، وغادي يتعرف على واحد اللي كان بحاله وكان داير يدي مع يد الشيطان. وتخيلوا معايا هاد الجوج ملي غادي يتجمعوا أشنو غادي يديروا. هاد الجريمة وقعت سنة 2013، ولكن التفاصيل ديالها غادي يرجعونا لسنة 2004. وائل واحد الشاب اللي كان طموح وكان يلاه بادي حياته، وكان ساكن في محافظة أسيوط في واحد المنطقة اللي سميتها أبوتيك. أول ما تخرج من الجامعة مباشرة غادي يبدأ الخدمة كأستاذ علم النفس في واحدة من أشهر المدارس في أسيوط، وكان متفوق بزاف في هاد المادة وقدر يثبت الوجود ديالو ويدير بلاصتو بكل سهولة. وكاع الأساتذة اللي كانوا معاه في المدرسة كانوا كيشوفوه بلي هو شخص اللي ناجح ومتفوق عليهم بزاف، حيت كان خدام وفي نفس الوقت كان كيحضر الماستر ديالو في علم النفس. هاد الشي اللي كيلفت الانتباه ديال الناس اللي كانوا دايرين بيه، وكان باين بلي غادي يكون شي حاجة كبيرة في المستقبل. ومن بين هاد الناس اللي كانوا مهتمين بيه كانت واحد الأستاذة كتقري معاه في نفس المدرسة نيت. هاد الأستاذة سميتها حنان، بنت اللي كانت زوينة ومحترمة وكل شي كان كيشكرها. ومورا واحد المدة قصيرة بداو كيتبادلوا نظرات الإعجاب مع بعضياتهم، حتى جا النهار اللي صافي وائل مبقاش قادر يصبر ومشى عندها وطلب منها الزواج. وحنان غادي توافق في البلاصة وبلا ما تفكر، حيت وائل كان إنسان طموح وناجح وألف وحدة تتمناه. وخلال مدة قصيرة غادي يتزوجوا، والعائلة ديالهم بجوج كانوا كيدعموهم وكانوا فرحانين ليهم بهذا الزواج. حنان أول ما تزوجات قررت أنها تدعم راجلها وتكون سند ليه باش يحقق جميع الأحلام ديالو، وكانت كتعاونه حتى في قرايته باش يكمل الماستر. والسكان ديال منطقة أسيوط بكثرة ما كانوا ولادهم كيشكروا ليهم في الأستاذ وائل، غادي يطلبوا منه أنه يعطي دروس خصوصية لولادهم. وائل عجبته الفكرة بزاف، وحتى الزوجة ديالو كانت كتشجعه على هذا الشيء. ومع الوقت سي وائل بدا كيدخل الفلوس بزاف زيادة على الخلصة ديالو كأستاذ، وبدا كيفكر مع راسه وقال عوض ما نبقى نمشي عند كل تلميذ لدارو ونعطيه دروس بوحدو، اجي نجمعهم كاملين في بلاصة واحدة ونعطيهم دروس الدعم. وناض وبدا كيقلب على شي بلاصة يكريها، حتى غادي يلقى واحد المركز تعليمي، وهنا غادي يولي جالس في بلاصتو والتلاميذ غادي يوليو يجيو حتى لعندو ويعطيهم الدروس. وكان داير ليهم واحد الجدول ومقسمهم على حسب الوقت، وهنا فين غادي تزاد المداخيل ديالو اكثر واكثر. ودازوا الايام، وكان الروتين ديال وائل هو انه كيسالي الخدمه ديالو وكيمشي لدارو كيريح فيها واحد الساعه كيتغدى وكيرتاح، وكيعاود عاوتاني يمشي للمركز التعليمي باش يعطي دروس الدعم للتلاميذ ديالو. هذا الروتين ديالو هو اللي غادي يخلي حنان انها تمل من هذا الوضع، حيت ما بقاتش كتشوف راجلها نهائيا. ولكن الحاجه الوحيده اللي كانت كتصبرها هي انهم عندهم جوج ديال الوليدات والمصاريف ديالهم كثيره، وبطبيعه الحال وائل قد ما دخل الفلوس كثر قد ما غادي يعيشوا معيشه زوينه. وائل حتى هو كان كيقول ليها نفس الشيء، كيقول ليها راه الدراري والمصاريف يلا كنتكافى معاكم. ودازت 4 سنين وغادي نوصلوا سنه 2008، وهنا فين حنان غادي تكتشف بلا راجلها كيهضر مع عيالات اخرين، وعرفت بلا الوقت اللي كيبقى فيه برا الدار راه ماشي كله كيكون خدام، شي مرات ما كتكونش عنده الخدمه وكيخرج. والغريب في الامر انه كان عندها ادله بلا كيهضر مع عيالات اخرين وكيخونها، ولكن السي وائل كان خبير في علم النفس وعرف كيفاش يقنعها ويخليها تحس بتانيب الضمير. السيد قلب عليها الفيستا وقال لها لا لا راه انتي السبب في هذا الشيء كامل، انتي اللي بقيتي مقابله الولاد ونسيتيني انا. وهنا حنان بقات كتفكر حتى عيات وقالت واقيلا عنده الحق، نيت انا راني مقصره من جهته. وبدات كتفكر في شي حل هذا المشكل وكيفاش ترجع راجلها ليها وتقربوا منها وتقربوا حتى لولادو. وهي تطيح عليها واحد الفكره اللي غتهنيها على راجلها وغادي تفرح حتى ولادو، ومنها نيت تبقى حاضيه النهار وما طال. الفكره هي انها تكري دار منها غادي يسكنوا فيها، ومنها غادي يديروا فيها واحد البيت خاص لدروس الدعم. وكانت كتقلب على دار اللي تكون كبيره وتكون في السفلي، حيت غادي تقسمها على جوج اقسام، جهه غادي يسكنوا فيها وجهه للتلاميذ. وملي عودت لوائل على الفكره غادي يقبل، حيت ما كان حتى شي سبب اللي غادي يخليه يرفض، وقال ليها صافي اللي بغيتيه نديروه. وكراو الدار ودازت الايام وكان كل شي غادي كيف ما بغاو. ومورا ما دازت عام على هذا الشي غادي يوقع واحد المشكل اللي ولا مبرز وائل بزاف، التلاميذ ولاو كتار والدار ما بقاتش كتكفاهم، واخا كان مقسمهم منظم ليهم الوقت ولكن مره كان ضروري كيتخربق. هاد الشي علاش كان خاصو شي حد اللي غادي يعاونو ويضبط ليه المواعيد ويشد ليه الحسابات. وهنا فين غادي يدبر على واحد السكرتيره وغتخدم معاه، وكانت كتحمق بالزين وهي اللي غتولي شاده ليه الخدمه ديالو كلها، وكانت ساكنه معاهم في الدار. هاد الشي كان كيبان عادي قدام الناس، ولكن في الحقيقه
هاد السكرتيرة عندها علاقة غير شرعية مع وائل لمدة 7 سنين. أي 7 سنين وبلا ما تعيق به مراته. هاد السكرتيرة بحكم القرب ديالها من وائل كانت عارفة عليه الشادة والفادة، وكانت عارفة حتى المشاكل اللي كاينة ما بينه وبين مرته. والعلاقة اللي كانت ما بين هاد السكرتيرة ووائل ما كانتش علاقة عادية ولا علاقة حب ولا غير هدرة، لا كانت بيناتهم علاقة بحال أي راجل ومرته. وحنان مرات وائل كانت كتغير بزاف من السكرتيرة، وهي أصلا بصفة عامة كتغير عليه من كاع العيالات. ودازوا السنين بلا حنان ما تعيق بحتى شي حاجة، حتى غادي نوصلوا سنة 2013 في شهر 8. حنان كانت جالسة ما عليها ما بيها في دارها، حتى بداو كيجيوها الميساجات في تليفونها ميساج مورا ميساج. وملي غادي تحل الميساجات وغادي تقراهم غتلقى فيهم رسائل الحب والغرام، وهاد الرسائل غادي يوليو يجيوها بشكل يومي. وحنان غادي يضرها راسها وبغات تعرف شكون اللي كيصيفطهم ليها، وحاولت تصوني على هاد النمرة شحال من مرة ولكن كتلقاها طافية. حتى لواحد النهار غادي تقرر انها توري لراجلها هاد الميساجات، وكون غير ما وراتهمش ليه حيت غير شافهم هو يخرج عينيه فيها وبدا كيغوت عليها واتهمها بالخيانة الزوجية، وخدا ليها التليفون من يديها وبدا كيصوني على ديك النمرة، ولكن كيف العادة نمرة طافية. وملي دازت يومين مورا المخاصمة ديال حنان وراجلها غادي يبداو يجيوها الميساجات عاوتاني، وهاد الميساجات كان المضمون ديالهم هو ان حنان عندها علاقة غير شرعية مع شي واحد. وائل غادي يشوف هاد الميساجات وغادي يقرب لها مع حنان، هادشي اللي خلاها تغضب وتمشي لدارهم. ومورا ما دازت سيمانة على هاد المخاصمة غادي يتصالحوا، وحنان غترجع لدارهم وغادي يعطيها وعد بلا ما عمرو باقي يشك فيها مازال. وقال ليها راني غير كنت معصب وراني عارفك بنت الناس ومستحيل تخونيني. مورا ما داز الشهر على هاد الخصومة ديالهم كان كلشي مزيان وولاو مفاهمين مع بعضياتهم. حتى لواحد النهار مع 7 الصباح وائل بحال ديما غادي يفيق وغادي يوجد راسو باش يمشي للمدرسة اللي كيقري فيها. وفي أغلب الأوقات مرتو حنان حتى هي كانت كتفيق موراه بشوية باش حتى هي توجد راسها وتمشي لخدمتها. وملي وصلت 8 ديال الصباح بنتهم الكبيرة اللي سميتها سارة في العمر ديالها تقريبا شي 8 سنين غادي تضربها الفيقة، وخا ما موالفش ليها تفيق في داك الوقت ناضت من بلاصتها وخرجت من بيتها، وكانت عارفة بلي هداك الوقت والديها كيكونوا بجوجهم مشاو لخدمتهم. ولكن بالصدفة غادي يبان ليها الساروت ديال الدار ديال ماماها كان لاصق في الباب، وبما ان الساروت كان لاصق في الباب هادشي كيعني بلا الام ديالها ما خرجتش وكاينه في الدار. ومشات للبيت ديال ماماها ودخلت عندها حتى كتبان ليها مازال ناعسه. وملي قربت حداها غادي تشوف فمها فيه واحد الفوطه اللي كانت فازقه، والشكل ديالها كان غريب وكانوا فيها شي ضرابي زرقين في الجسم ديالها. وبيت النعاس كان كله مخربق وكانوا شي حوايج مليوحين في الارض، كان داير بحال شي واحد كان كيقلب على شي حاجه. وبدات كتفيق في الام ديالها ولكن ما بغاتش تفيق ليها، وهنا صارت صدمات وبدات كتغوت وغتقرر انها تصوني على الاب ديالها. وملي صونات عليه وجاوبها عاودت ليه اشنو كاين، هو يتصدم وقال ليها عيطي على جداك مامات الام ديالها بين ما ناخذ اذن من الخدمه وغادي نجي. ومورا ما سارت المكالمه مشات عند خوها الصغير وفيقاته وعاودت ليه اشنو وقع، وغادي يقول ليها ضرباتني الفيقه في الصباح بكري ولقيت راسي في بلاصه من غير ناموسيتي، وملي فقت شفت بابا وداني حتى لعند ماما وشفتها كانت ناعسه في بيتها، وعاودت رجعت لبلاصتي ونعست حيت كان مازال الحال. وفي نفس الوقت الام ديال حنان اللي هي الضحيه غادي يجيها اتصال من واحد الرقم مجهول وقال لها غتعطيني 50000 جنيه ولا غادي نقتل لك حفايدك وحتى راجل بنتك، وقطع عليها التليفون. ملي عاودت صونات عليه لقات النمره طافيه. وائل غير وصل الدار مباشره صون على البوليس وقال لهم بلا القمرات مقتوله. ومورا شي دقائق قليله غادي يجيو البوليس وجابوا معاهم خبراء المعمل الجنائي، واول ما غادي يدخلوا من خلال الملاحظه الاوليه غادي يستنتجوا بلي هما قدام جريمه قتل بهدف السرقه. وغادي يلفت الانتباه ديالهم بزاف ديال الحوايج بحال مثلا حتى حاجه ما كانت مهرسه في الدار، والباب ما كانش مهرس، والساروت كان مازال في بلاصتو، والاثار ديال الخنق على الرقبه ديال الضحيه، والفوطه اللي لقاوها مازال مخشيه في فمها وكانت فازقه، زائد الذهب اللي كان عندها وحتى الفلوس اللي كان عندها لقاوهم مسروقين. هاد الشي بين بلا مول الفعله خدا راحتو دار الجريمه على خاطره. زياده على هاد الشي غادي يلقاو واحد البصمه غريبه لقاوها في بزاف ديال البلايص في الدار. ومن بعد ما كملوا المعاينه ديالهم غادي يصيفطوا الجثه لمركز الطب الشرعي، وفي نفس الوقت غادي يبداو التحقيقات ديالهم وبداو كيستجوبوا في الشهود، وبداو كيفكروا في احتمال ان هاد الجريمه هادي كانت بهدف السرقه
حيت الأستاذ وائل كان معروف في هذيك المنطقة بلا الحال ديالو كان ميسور وكانوا عنده الفلوس. ومن خلال التحقيق مع وائل قالوا لي واش كتشك في شي واحد ولا كتهم شي واحد؟ قال لهم لا، انا ما كنشك في حتى شي واحد وما عنديش الاعداء، وحتى الزوجة ديالي حتى هي بحالي. وقال لهم كاينه واحد القضية تقدر تفيدكم. قالوا ليه قول راه ما عندك. قال لهم واحد النمرة كانت كتصيفط لمراتي ديما الميساجات، ولكن ملي كنصوني عليها كنلقاها طافية، وهذوك الميساجات اللي كانوا كيجيوها كانوا ميساجات ديال الحب والغرام. البوليس انطلاقا من الهضرة ديالو غادي يفهموا بلا كيحاول يقول ليهم بلا الزوجة ديالو كانت كتخونه، وبلا هذاك اللي كانت كتخونه هو اللي غيكون صفاها ليها. كان كيقول لهم هادشي بطريقة غير مباشرة، حشم يقولها ليهم نيشان. وقال ليهم هذاك النهار انا خرجت مع 7 الصباح ومشيت للفران باش نشري الخبز، وموراها مشيت للستاسيون باش ندير المازوت، وموراها مشيت للخدمة ديالي في المدرسة، حتى عيطت لي بنتي عاد جيت. البوليس من خلال التحقيقات ديالهم عرفوا بلا وائل وحنان كانوا ديما مخاصمين، وهذا الشيء غادي يشهدوا به الجيران. وملي غادي يقلبوا التليفون ديال حنان لقاو بلي فعلا كانوا كيجيوها رسائل حب من شخص مجهول. البوليس دوخاتهم هاد القضية ومازال ما لقاوش ليها راس الخيط، بغاو يعرفوا شكون مول هذيك البصمة المجهولة. وفي هاد المرحلة غادي يوصل التقرير ديال الطب الشرعي اللي غادي يأكد بلي حنان كانت واخدة واحد الدواء ديال النعاس بواحد الفترة قصيرة قبل ما تموت، وكان عندها واحد الكسر على مستوى العنق ملي كان كيخنقها القاتل، حيت ملي كان كيخنق فيها كان كيبرك عليها بالجد، هادشي اللي تسبب ليها في هذا الكسر في العنق، زيادة على انهم لقاو الآثار ديال الصابون على اليد ديال حنان. هادشي اللي كيبين بلي هذاك اللي قتلها كان كيحاول يحيد ليها الذهب، هادشي علاش دار ليها الصابون في يديها باش يحيدهم دغيا. المجرم باين مثالي وعنده الوقت الكافي لدرجة انه دار الصابون وحيد داكشي على خاطره. البوليس ملي استجوبوا سارة بنت الضحية غادي تقول لهم بلا ماماها كانت كتغير بزاف من السكرتيرة، وهنا فين الشكوك ديالهم كلها غادي تتوجه لجهة وائل والسكرتيرة. هما اصلا كانوا شاكين بلا وائل عنده علاقة بالموضوع، واخا السيد كان داير فيها محطم وكيبكي على مراته وكيتعذب على فراقها. وهنا اول حاجة داروها البوليس مشاو داروا تحريات على الضحية حنان، بغاو يعرفوا واش كانت عندها شي علاقة غير شرعية ولا لا. وهنا فين غادي يتاكدوا بلا الضحيه ما كان عندها حتى شي علاقه، وكانت انسانه اللي مزيانه وداخله سوق راسها ومقابله ولادها ودارها. وهنا فين غادي يلقاو بلا هذيك النمره اللي كانت كتصيفط الميساجات لحنان ما عمر عيط ليها شي واحد ولا عيطت لشي واحد، هذيك النمره خدمت غير باش تصيفط الميساجات لحنان وتطفى. وحتى النمره اللي عيطت على الام ديال الضحيه وقالت ليها اعطيني 50,000 جنيه ولا غنقتل لك حفايدك وحتى راجل بنتك، حتى هي لقاوها خدمات غير هذاك النهار باش دير غير هذيك المكالمه وتسدات. وهنا البوليس بداو كيفهموا بلي هادي شي خطه جهنميه. وهنا فين غادي يدوروا للسوائل وغادي يحقوا معاه في داك الشيء كله اللي قال لهم، وحتى الروتين ديالو ديال هذاك النهار معياش خرج وفين مشى، المهم كل شيء من طقطق السلام عليكم. وهنا فين غادي يردوا البال لواحد الحوايج اللي كانوا غراب بزاف. وائل ملي مشى للفران باش يشري الخبز غادي يتخاصم مع مول الفران، حقه قال لك ما عجبوش الخبز. وملي مشى للستاسيون خلى واحد الصف ديال الناس اللي كانوا كيتسناو وغادي يسبقهم وغادي يمشي يدير المازوط، وقال لهم حقا راني تعطلت على المدرسه. ونزيدكم ملي مشى للمدرسه اول مره في حياته يعرض على صحابه يشربوا العصير. وائل واخا كان لاباس عليه ولكن كان سقرام ومستحيل انه يعرض على شي حد حتى لهذاك النار ويجي السخاوه، سبحان الله. وهنا فين غادي يفهموا البوليس باللي وائل كان متعمد انه يخلي بصمه في اي بلاصه مشى ليها هذاك النهار، تعمد انه يخلي اثر باش حتى واحد ما ينسى هذاك النهار، باش ملي يعطي الافاده ديالو للبوليس ويمشيو يسولوا عليه يلقاو داكشي كله اللي قال صحيح. زياده على ان البوليس تاكدوا باللي وائل كانت عنده علاقه غير شرعيه مع السكرتيره ديالو، وغادي يراجعوا سجل المكالمات ديالو ديال هذاك النهار اللي وقعت فيه الجريمه بالضبط، وغادي يكتشفوا باللي هذاك النهار مع 7 الصباح هضر مع واحد اللي كان ميكانيكي وكان سميتو محمد خلف. هاد المكالمة كانت غريبة ومع شخص لي غريب وفي وقت لي غريب، واش كاين شي واحد اللي غادي يهضر مع ميكانيكي مع النبوري؟ وملي غيجمعوا المعلومات على هاد محمد خلف غادي يلقاوه مرونها وعنده صوابق. وملي قالوا لوائل هاد المعلومات اللي وصلوا ليها هو يتبدل فيه اللون، ولكن بحكم انه استاذ ديال علم النفس غادي يقدر انه يتحكم في التعابير ديال وجهه وما يبين ليهم والو وما يبينش التوتر ديالو. وهما يسولوه قالوا لي علاش عيطتي على هذاك محمد خلف مع الصباح بكري؟ قال لهم راه عيطت ليه هذاك النهار باش ملي نخرج من المدرسه ندوز عنده يصايب ليا شي حاجه في الطوموبيل، وقلت زعما نعلمو بكري. هذا السبب اللي عطاهم كيبان منطقي، واخا هادشي اللي قال لهم وائل
البوليس قرروا أنهم يشدوا الميكانيكي، والمفاجأة غير شافهم وهو يقر لهم بلعصة، وبقى كيعاود لهم كل شيء بلا حتى ما يسولوه، وغادي يقول لهم هاد الشيء كامل وائل هو اللي خطط ليه. وملي غادي يشدوه وغادي يديروا مقارنة لهذيك البصمة المجهولة مع البصمة ديالو، غادي يلقاوها متطابقة، وهنا السي وائل غادي يحصل وغادي يقول لهم انا هاد محمد خلف ما بيني وبينه والو، كانت بيناتنا غير علاقة عمل وصافي، وقال لهم انا ما عارف والو على الجريمة، الا كان دارها دارها لراسو. وهنا فين الميكانيكي محمد خلف غادي يصدمه وغادي يقول لي انا مسجل كاع المكالمات اللي كانت بيناتنا. ايوا دابا اجي وتسمعوا اشنو وقع هذاك النهار. قبل من الجريمة بأربع شهور العلاقة ما بين وائل وما بين السكرتيرة كانت غادية مزيان، كان كل شيء بخير وعلى خير. حتى لواحد النهار غادي ترشق ليها وغادي تقول لي شوف انا هاد الشيء مبقاش عاجبني، يا اما انا يا اما مرتك، اختار بيناتنا. وبما ان وائل كانت الديانة ديالو مسيحية ما يقدرش يتزوج جوج عيالات، وفي نفس الوقت ما يمكنش يطلق مراته اللي هي ام ولاده، وهنا فين غادي يقرر انه باش يصفيها لمراته حنان باش يتزوج بحبيبة القلب السكرتيرة. وخلال هاد المدة ديال 4 شهور كان كيخطط للجريمة ديالو، وأول حاجة دارها غادي يمشي يشري تليفون وغادي يشري جوج نوامر، وهنا فين غادي يبدا يصيفط الميساجات لمراتو حنان. كان كيخلي الدليل باش ملي ينفذ الجريمة ديالو ديك الساعة البوليس غادي يحقو وغادي يقولوا بلي حنان كانت عندها علاقة غرامية وهداك هو اللي صفاها ليها، وهو غيخرج منها بحال الشعرة من العجين. وتاني حاجة غادي يديرها هي أنه غادي يطلع لواحد البلاصة في الجبل كانت في أسيوط، الناس اللي كانوا تما كانوا يقدروا يديروا اي حاجه مقابل الفلوس، ومشى تما بهدف انه يلقى شي واحد يقتل ليه مراته مقابل واحد الاجر مادي. ولكن بحكم انه كان سقرام وهذاك المبلغ اللي كان كيعطيهم كان قليل، حتى واحد ما غادي يبغي يهضر معاه وحتى واحد ما غادي يديها فيه. وهنا فين غادي يقرر انه يلقى شي طريقه اخرى باش ينفذ الجريمه ديالو. وفي هذه المده نيت غادي يبدا يقنع حنان باللي عندها مشاكل واضطرابات في النوم، وقال ليها بلي خاصة تاخد شي دواء اللي غادي يبقى يجيب ليها النعاس باش ترتاح. وتخيلوا معايا خلاها هي راسها تمشي للفرماسيان وتشري المنوم، وفي نفس هذا الوقت اللي كيخطط فيه كان مازال كيقلب على الشخص اللي غينفذ ليه الجريمة. فغادي يلقى هاد محمد خلف وتعرف عليه غير بالصدفة في واحد الكراج ملي كان كيصوب الطوموبيل ديالو، وعرف بلي عنده مشاكل مادية، وغادي يعرض عليه القهوة وقال ليه شوف راه بغيت نطلب منك واحد الطلب. محمد خلف قال ليه مرحبا امر. وهنا وائل غادي يقول ليه بغيتك تقتل لي مرات صاحبي، ولكن محمد خلف كان مطاور وعايق وكان عارف بلي كيهضر على مراته غير ما بغاش يبين ليه، حيت هو اصلا ديجا حباس وعنده سوابق. هاد الشي علاش هاد محمد خلف قرر انه يسجل كاع الهضره اللي كانت ما بينه وما بين وائل، زعما غادي يكون سجله باش يمشي يعطي التسجيل للبوليس ويفضحه. لا، هو علاش سجل الهضره اللي بيناتهم باش غادي يولي يدير ليه الشونطاج ويطلب منه الفلوس، وقال مع راسو غادي نخليه حتى يقرب نوعية ديال الجريمة وغادي نبدا نهدد فيه ونطير منه الفلوس بلا ما نورط راسي. وفي هاد الوقت اللي كان محمد خلف كيدير في البلانات غادي يفاجئ وائل وغادي يقول ليه راه كل شي واجد والخطة واجدة، وهنا فين غادي يعترف ليه بلا راه مرته اللي بغى يقتل ماشي مرات صاحبه، وقال ليه بلا غيعطيه 2000 جنيه وغيعطيه كاع الذهب اللي غتكون لابسه مراته وحتى الذهب اللي كاين في الماريو والفلوس اللي كاينين في الماريو. ودابا غادي يمشيو النهار ديال الجريمه، وائل غادي يعيط على محمد خلف مع 6 ديال الصباح وتلاقى معاه في الشارع، وغادي يدخلوا للدار وغادي يدخلوا البيت النعاس اللي كانت فيه مراته، ودخل هو وياه. وهنا وائل غادي يعطيه واحد الفوطه اللي كانت فازقه وقال ليه هاك خنقها، ولكن محمد خلف غادي يلاحظ بلا الضحيه كانوا عليها شي درابي زرقين، زائد من اللي خدا الفوطه باش انا ويخنقها غادي يطيحوا عليها شي قطرات ديال الماء، ولكن كاع ما غتفيق، وهذا الشيء اللي خلاه يشك بلي حنان راه ميته اصلا. وهي طيح عليه الفكره وقال مع راسو انا ما قتلتها ما والو، ناخذ الذهب اللي كاين في الماريو والذهب اللي كاين في يديها والفلوس ونمشي في حالي، لا عين شافت ولا قلب وجع. وخد الذهب اللي كان في الماريو والفلوس اللي كانوا في الماريو، وملي غادي يوصلوا للذهب اللي كانت لابسه اش غيدير السي وائل الزوج الماسون ملي ما بغاش يتحيد ليها الذهب اللي كان في يديها؟ غادي يمشي للدوش وغادي يجيب الصابون وغيديروا ليها في يديها باش يحيد ليها الذهب دغيا. وفي نفس الوقت اللي كانوا كيديروا في الجريمه ولد وائل الصغير غادي يضربوا الفيقه، وهنا فين وائل غادي يخبي محمد خلف، خباه في واحد القنيته في بيت النعاس، وغادي يمشي عند ولده وغادي يتصرف عادي بحال ما وقع والو.
وغادي يديه البيت النعاس وغادي يوريه ماما وهي ناعسة زعما، وهي راه كانت ميتة أصلا. شوفوا قمة الخبث اللي فات السيد. ودا ولدو لبيتو وقال لي سير بابا تنعس راه مازال الحال. وملي سالو الجريمة ديالهم طلب من محمد خلف أنه يهبط ويمشي يتسناه في راس الدرب في شي بلاصة اللي تكون بعيدة على الدار، وموراها هي فين غادي يمشي للفران وغيمشي للستاسيون وموراها غيمشي للمدرسة، باش زعما حتى واحد ما يشك فيه. وملي البوليس يمشيو يسولو عليه يعرفوا بلا كان في البلاصة فلان فلانية في الوقيتة اللي كانت كترى فيها الجريمة. وملي دار هادشي كامل وخرج من المدرسة غادي يتلاقى مع محمد خلف باش يعطيه التليفون باش يهضر مع جدة ولادو ويقول ليها راه انا اللي قتلت لك بنتك واعطيني الفلوس اللي غنقتل لك حتى حفايدك. وخدا تاني النمرة التانية وغادي يركبها في التليفون باش غيصيفط الميساجات ديال الحب والغرام لمراتو. ومورا الاعترافات ديالهم غادي يحولهم للمحكمة وغادي تحكم عليهم بجوج بالإعدام. هاد الشياطين بجوجهم كل واحد فيهم كان كيحاول يغرق الآخر. والضحية في هادشي كامل هي حنان وليداتها اللي ما كانوش عارفين راسهم بلا ساكنين مع الشيطان وما عنده حتى شي علاقة بكلمة أستاذ اللي كيعلم الأجيال. وهداك محمد خلف خرج على راسه على قبل شوية ديال الفلوس والذهب. وهنا غادي نكون وصلنا لنهاية القضية. ما تنسوش ديروا لايك واشتراك باش يوصلكم أي فيديو جديد ديالي، وإلا كان عندكم شي تعليق خليه ليا في كومونتير. وتهلاو ليا في روسكم، باي باي.